أهلا بكم ونعمة ربنا يسوع المسيح وسلامه معكم أحبائنا المشاهدين والمستمعين، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الباب المفتوح. والباب المفتوح هذا نشير به إلى يسوع المسيح اللي يقول: أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. يقول لنا أيضا: أدخلوا من الباب الضيق، أدخلوا من الباب الضيق. وهذا اللي نتكلم عليه، ما هو هذا الباب؟ من أين دخلت الأخت عبير ضيفة البرنامج؟ أخت عزيزة على القلب، نشكر الرب من أجلك، من أجل اختباراتك. نعم، مرحبا بك مرة أخرى من جديد. مرحبا بك، أهلا وسهلا. نعم. أخت عبير، في الحلقة السابقة تكلمتي لنا على اختباراتك كطفلة. نعم. بنت بغداد. بغداد، نعم. هناك تولدتي، هناك كبرتي، هناك درستي في عائلة منقسمة نوعا ما. ممكن تلخصي لنا تلك الفترة حتى لسن زواجك؟ نعم، يعني لك مثل ما أذكر، يعني كبداية حياتي بالحرب، بداية يعني ميلادي كان في الحرب، يعني وعشت مع عائلة منقسمة، يعني عشت حياتي نوعا ما تعيسة يعني. لكن يعني هم مهما كان أهلي رغم الضغوطات ما كان عندي حل، مثلا ما حد يقدر يغير أهله. هدوء لا في البيت ولا خارج البيت، ولا داخل البيت ولا خارج البيت، ولا عند العمة ولا عند الجد، ولا عند أي أحد، ولكن أي أحد يعني ما لقيت الراحة في أي مكان للأسف. يعني كان كل شيء يعني شيء فوق شيء، تراكمات صارت ضغوطات. يعني قمنا نخاف من الناس، يعني لا تتقربون من الناس، لا تحجون، لا تقولون، يعني عشت بهذه مثل هيك نوعيات. نعم. لكن الآن مع مرور الزمن أنت متيقنة أن حياتك كانت في يد الله. نعم أكيد، يعني كان الله يتحكم بحياتي، لكن في مشاكلهم ما انتبهت نهائي. يعني كانت ضغوطاتهم على الحرب، على الحصار، على القتل، نسيت أنه أكو الله، أنه هو اللي حماني. يعني غير الله من يحميني؟ صحيح. نعم صحيح. إذن حتى اللي 17 سنة كنت في ثانوية أنا ذاك. نعم، كنت بالثالث متوسط. نعم نعم. تحبي الدراسة جدا؟ يعني شنو كان هدفك من الدراسة في النهاية؟ كنت أناوي أكمل أصير معلمة. معلمة؟ نعم، يعني أنا أحب الأطفال وأحب التعليم، المعلم هو اللي يبني. نعم، يعني نترك الأهل، المعلم هو الثاني. نعم، بل الأهم، بل أهم من الأهل. فحبيت أربيهم على شيء صح من الأول. التعليم كله غلط، من كل شيء غلط. فحبيت أني أبني لهم في الأساس قوي، على أساس يمشون يكملون حياتهم. فكانت أمنيتي، لكن للأسف تزوجت. أو هي اللي كانت تفرض عليك الزواج. نعم. الصوم والصلاة. نعم. والحجاب وكله في النهاية فرضت عليك حتى الزواج. نعم. وانت ما كنت تعرفي الشخص. ولا كنت أعرف ولا كنت أعرف شنو معنى الزواج. ولا تعرفي معنى الزواج أبدا. وانت يعني أخذت المثل ربما منها ومن والدك. من والدي، يعني أنه أنا ما شفتهم من الزواج، فما توقعت الزواج مثل أهلي. قلت احتمال يعني حتتغير حياتي، فلهذا أنا بالبداية قلت ما أريد أتزوج، أريد أكمل دراسة. لا، إنه أنا بنية كبرت بلغت، فلازم أتزوج، أبني بيت، أبني أسرة. طيب أنا طفلة يعني، وأنا شفتهمت من طفولتي حتى أتزوج، ما فهمت، ما لعبت مثل الأطفال، ما كان عندي ملاعب يعني، ما كان عندي صديقات، ممنوع منعا باتا، ممنوع أسلم على جاري. إذا أشوف جاري أدير وجهي وأفوت من عن باطن. للأسف كان التعليم كله غلط. تعليم غلط فيه كبرتي. فيه كبرت. لكن الرب حررك. أكيد أكيد حررني، يعني أعطاني زوج طيب. نعم. لكن
ما بي ذا الشيء. كيف تعرفتوا؟ هل والديك فرضوه هم جابوه؟ لا 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 بالصدفة، كنت مع ابن عمتي وشفته يعني صار إعجاب من أول بالنسبة له، أنا كنت ما أفتهم يعني. فتزوجنا يعني تقريبا يعني شهر ونص، يعني تقريبا احنا مكملين كل شيء وتزوجنا. يعني البيت كان جاهز، مال بيت اهلي وغرفتي يعني رتوش بسيطة وتزوجنا. وانت ما في بالك شيء عن الزواج؟ ابدا ابدا، فقط انك تعيشي مع رجل. مع رجل وغريب، يعني اول مرة اشوفه، مثلا اول شخص بحياتي يعني. هو كان عنده عمل؟ اي نعم، كان عسكري بوقتها. اي نعم، يعني إجباراً وليس يعني أنه لازم، أنه لازم عسكري، لازم جندي، لازم تكمل يعني. فهو كان مثل حالة حال أي عراقي مجبر، غصباً منه يمشي، غصباً عنه، غصباً عنه أكيد، غصباً عنه. يعني حد هذا عمري أشتاق أنه ألعب بلعابة. أشتاق أنه ويا أطفال، فأخلي أطفالي وألعب وياهم، أرد أعيش طفولة يعني. نعم نعم، نشكر الرب أنه فتحت الباب إلي، أريد أعيش طفولتي مع أولادي. عندك أولادي؟ نعم. نعم، عندي أربع شباب وبنت. نعم نعم، نشكر الرب. يعني كان الوحيد ابني الكبير اللي أخذ الأذية، يعني وراها صارت المشاكل والطائفية، فخلصتهم من اثنين، من الطائفية والقتل ومن أهلي بنفس الوقت. أوكي. أخذتهم وطلعت على سوريا. كان عندي ثلاث شباب بعدهم، يعني ثلاث أولاد. وزوجك شنو كان؟ زوجي نعم معي، يعني انتهت بغداد وكذا، وراح العسكر وراح الجنود وراح كله يعني. وكان عنده أهل وكان عندهم مشاكل مع الميليشيات أو؟ إيه طبعا مشاكل، لأنه أهله يعني يشتغلون بالدولة وقريبين كان من الرئيس صدام كذا، يعني شوية وضعيته كانت حساسة، فخفت عليه بنفس الوقت لأنه بدوا. كان عنده، كان عليهم تهديد؟ اي نعم تهديد. واني ولد عمتي انقتلوا، عندي عقيد طيار وعندنا نقيب بالشرطة. ثلاث ايام ولقيناهم بابشع صورة، يعني التعذيب كانهم بالدريل، اللي اذا تعرف الدريل اللي يحفرون الحائط. نعم. يعني من رادوا يغسلوهم يعني ما قدروا يلموهم، مفصخين لأنه هو طيار، قساوة قساوة يعني، ما تجي إلا من إبليس الملعون، هم إبليس نفسه يستخدم الناس بهذه الطرق الشنيعة. مش طرق شنيعة، وهم إبليس نفسه، لأنه لو هم صدق بشر كان عرفوا والله، مو فقط اسم بالضبط، مو فقط اسم الله، لا حبوه خافوا، لكن هم ابدا يعني ابشع صوره، ما يعرفوا ما هو الحب ولا يعرفوا من هو الله ابدا ابدا, أبداً يعني. فابشع صوره. وزوجك كان عنده اخوه اخوات؟ نعم نعم، اثنين انقتلوا للاسف. أوكي. يعني واحد لحد اللحظه اللي بدنا نتكلم بها ما نعرف شيء عنه نهائي، صار شيء اربع سنين. نعم انخطف، والرب اعلم انه اذا انقتل أو مات أو انتمى لهم، ما حد يعرف يعني. صار شيء أربع سنوات تقريبا، ثلاث سنوات أربعة. والتهديد انتقل على زوجك كذلك؟ على الكل، هم الأخوة الكل، الأخوة الكل يعني، اللي طلع طلع واللي انقتل انقتل، وهاي زوجي نشكر الرب إنه هو موجود. إذن من هنا قررتوا نطلع لسوريا؟ خلاص طلعنا السورية، السورية طلعنا لها في 2005. أوكي. يعني طلعنا، أنا هذا الموقف اللي طلعنا به بالإضافة لولد عمتي. فأنا بغرفتي، وقف السيارة يم بابنا، أنا قلت أحد إجانا يعني أباوع، لقي السيارة معارضة، نزل ضربها طلقة براسه، وأمه وأخته قاعدين العياط ما تتخيله، سحلوا الشخص دبوه باب بيتنا بالضبط. طبعا هذا الموقف ما انسى. من هو هذا ابنه؟ ما اعرف، ما نعرف سياره، السياره عرضت السياره، لانه كان بوقتها سرقه قتلوه، وبوقتها زوجي اللي غطاه، واني غسلت الدم. قلنا بعد انتم ما تعرفوا هذا الشخص؟ ابدا ابدا، وامه واخته منهارين بالباب مالتنا، والشخص امامهم، الشخص ابنها يعني، اخوها يكون للبنت وابنها. ما تتخيل وضعيه الام، الأم كانت منهارة منهارة، وابنها
دم يعني موقف صعب جدا. كنا بعد ما نبقى خلاص طلعنا على سوريا في 2005 ولقينا مأساة أكثر. مأساة أكثر. نعم من أي نوع؟ أولا بلد غريب يعني عربي حتى لو جار. عربي وذا جار. لأول مرة نطلع إحنا من العراق يعني كبرنا وربينا وكذا. معاملتهم مو ذيك المعاملة للأسف يعني مع أنهم إسلام. مثلا أي معاملة تتذكري شيء؟ مثلا أبسط شيء يعني أنطيك يا أنه أجرنا نطينا الفلوس رحنا نجيب الغراض كان يقول ما نعطيكم المفتاح. ولكن أنتم ما عطيتوا الفلوس. نعم نطيته يقول لي روحي ثبتي. لهذا الدرجة باوعنا هيك يعني. طيب ما أنتم مسلمين وبلد مسلم ودولة جارة المفروض تعاملونه. لكن معاملة اللاجئ أذوا أولادي يعني تعرف بلاد لأول مرة نفوتها ما استقبلونا بالاستقبال اللي لو هم جايين يمنا كان استقبلناهم. لكن هم للأسف معاملة جدا سيئة كانت. فاضطرينا لي حد 2012 ولدت اثنين بسوريا بنتي وابني. صارت الحرب مع سوريا ب 2012 اضطرينا نرجع يعني للعراق. رجعت للعراق لأنه إحنا فكرنا نموت ببلدنا أحسن من نموت ببلد غريب ما نعرفه من يدفننا. صح. فرجعنا للأسف يعني بقيت فترة وانخطف ابني. نعم. كم كان عمر؟ يعني ابني كان عمره بالضبط 9 سنوات. 9 سنوات؟ نعم. وخطفوه؟ شنو يعملوا به 9 سنوات؟ الفلوس رادوا يعني بوقتها على أساس يريدون فلوس. منكم؟ من أدنى. لكن نشكر الرب كان الرب حاضر يعني شوف رغم أنه أنا ما كنت أعرف لكن الرب حاضر. بالصدفة السيارة اللي خطفت ابني جارنا إجا يعني شاف رقم السيارة. أوكي. هذا الحكي أنا ما أدري. نهائي راح خبر خبر أكو كانت صحوة ماكو كانت حكومة تقريبا منتهية وطائفية وكذا أكو مكان اسمه الصحوة. خبرهم قال لهم فلان رقم خطف طفل جارنا. شنو عملية الصحوة كانوا الشرطة أو جنود يعني منطقتنا نقول الشباب المنطقة تحمي المنطقة. أوكي. يسموهم الصحوة. الصحوة يعني بعيدة عن الحكومة يعني والشرطة. عملوا شرطتهم حكومة حكومتهم على مد دولة في دولة. بالضبط دولة في دولة على مد الشيعة ما تهجم على السنة. يعني هذا كان الطائفية وكلهم مسلحين بالطبع. طبعا مسلحين. يعني حتى أطفال شايل يعني أنا أول مرة أشوف هذا السلاح أنه يخلوه على كتفه بيه فتشي قنبلة أو كذا. يعني طفل شايله أبا زي هذا يعني هو ثقيل تشوي 10 سنين. نعم نعم. لما الرب يسوع المسيح يقول دعوا الأطفال يأتون إلي لا تمنعونهم لأن ملائكتهم ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. الناس تعمل العكس. العكس نعم العكس كان يخطفوا أولاد نعم. ويدربوا أولاد على الحرب والذبح والقتل. نعم يعني يا ريت هسه مثلا احنا هواي سمعنا هذه انه مثلا الطفل اللي انخطف ابن حماية يعني اخو زوجي هم انخطف ودفعوا عليه 3 دفاتر. اوكي. اي نعم هو هذا يوسف ابن شنو الدفتر يعني الدفتر 100 ورقه يعني 300 ما اعرف شلون يسموه 3000 دولار او 3000 دولار. اي يعني هم خطفوا. اذا هذه الجماعه معروفه خاصه بالطفل اخذوا رقم السياره وهم اللي راحوا جابوا صحوه خبرت صحوه ثانيه. اوكي. قلت لهم اكو رقم فلان سياره. اوكي. طبعا ما ادري كل هذا الكلام ورا ما خبر اجى قال لي دق بابنا قال ترى ابنكم انخطف. أنا في حالة ابني مخطوف طبعاً بدون ربطة عفواً يعني بدون يعني شيء برجلي بملابسي مالي البيت أطلع بالشارع مثل المجنونة. ابني مخطوف أخويا حاسبني أنت شلون طلعتي بدون ربطة. طيب ما ابني مخطوف. نعم. ابني يعني هذا الشيء من قلبي. يقول لي شلون طالعه بدون ربطة. يعني أباو يعني شنو هذا الموقف الوحشي اللي وشون يعني كان أكو زلم وكنت يعني من حالات روحي ابني كنت أصيح بالشارع ابني وطبعا وشعري وكذا وهذا أحد ما جابوا لي وجهه كله دماية جسمه هذا كله دم. هذا الجماعة راحت بحثت عنه؟ لا ذبوه بالصندوق مال السيارة الظاهر أكو شيء حديد أو شيء لأن مشقوق راسه فالدم كله كل دم يعني كله هذا حتى فقط
تعطوا المال فقط على مود المال. هذه هي هو الميليشيات بالعراق، كل ميليشيا متخصصة. أنتم في البداية هربتوا من الإرهاب ورحتوا لسوريا، سنين هناك، ثم سمعتوا أن في سوريا، ثم سمعتوا أن في العراق صار هدوء، رجعتوا لبغداد. نعم نعم. ومن خلالها خطفوا ابنك، والتهديد استمر. استمر 3 أيام ورا خطفت ابني أنا ما بقيت بالعراق. قلتهم هو هذا العراق اللي قلتوا عليه آمن؟ وين الأمان؟ ما صار لي فترة وجيزة من رجعت من سوريا ابني ينخطف، وليش؟ شنو السبب؟ وكيف ردوه لك؟ مو قلت لك هي الصحوة اتصلت يعني على النقاط صحوة أخرى. نعم. يعني مثلا احنا ما نعرف على أي جهة يعني طلعوا، فلكن صار اتصالات. لقفوا السيارة يم جامع اسم النداء، لقفوا السيارة هناك وطلعوا ابني وجابوا لي. نشكر يعني كان الرب ما طلبوا منك لا لا ابدا ابدا يعني لانهم ينتموا لحمتكم هم يعني هم اصلا يعني نقول احنا من جماعه المنطقه وابناء المنطقه، فشخص يعرف شخص ولد يعني حمى. فنشكر الرب انه كان موجود بذاك الوقت وحمالي ابني. نعم 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 نشكر الرب نشكر الرب. اذا قررتي انت وزوجك انكم تروحوا من العراق؟ نعم طلعنا على تركيا. ثلاثه اولاد؟ اي نعم لا كانوا يعني 3 ولد وبنية يعني كنا يعني كلنا طلعنا يعني أولادي كلهم. الأكبر كم عمره والأصغر أو الصغيرة؟ يعني بالضبط لطيف عمره 9 سنوات من طلعته يعني رجعت وانخطف يعني 9 سنوات وملاك كانت شي 2 سنين يعني أصغر وعظيم صبيع. آخر واحد كان عمره 1 سنة أقل. هو مولد 2012 يعني. نعم نعم. فهو كلش أطفال أخذتهم أطفال كلهم وطلعت يعني أنت وزوجك؟ أنا وزوجي وأطفالي. طيب. نعم. يعني إيه نعم نشكر الرب. طيب بالطيارة لتركيا؟ أبداً كان بار. أوكي. وكان جدا خطر خاصة من منطقة الكركوك والموصل جدا خطرة. صحيح. نعم. فيعني اضطريت قلت يا أما ميتين يا أما طالعين وخلصانين. فنشكر الرب كان موجود بهذا يعني دائما الرب موجود يمي. وصلنا صح طريق كان تقريبا 4 أيام برا. أوكي. نعم لكن نشكر الرب وصل هي كان بشهر 9 شهر 9 يعني البرد. بداية الخريف على برودة شوي نطي. نعم وطلعنا تركيا بنفس المعاملة في تركيا يعني ما لقينا شيء جديد. استقبال آخر بلغة أخرى نعم بكلام أكثر يعني. كم بقيتوا هناك؟ في تركيا ظلينا 2 سنين تقريبا. أوكي. 8 أشهر. أوكي. يعني وكيف كنتوا تعيشوا؟ كيف كنتوا تعيشوا؟ الصعب عندنا كانت اللغة. نعم. والسرقة كانت عن طريق اللغة يعني احنا ما نعرف لغة وما نعرف شي يريد مثلا من نطلع الفلوس ياخذ اكثر من حقه. أوه. يعني مثلا احنا ما نعرف ايش دي يقول بالتركي يعني ما نفهم الاتراك فبدوا بها عاد بدوا يأذون اللاجئين يعني اللاجئ بدا يتأذى يعني انا ابني الكبير راد ينضرب بسكينه. اوه يعني ليه؟ فابني لزم ايده. ابني ليه؟ لزم لاجئ. لاجئ يقولون اطلعوا انتم يعني يسمونا يابانجا انه لاجئين يعني اللاجئ احب يضرب لاجئ. لا هو تركي. تركي. نعم. أوكي. تركي. اطلعوا مريتكم. نعم ولا زالوا لحد هذه الفتره ما يريدون ولا سوري ولا اي عربي ما يريدون خلاص يعني طرينا. متطرفين نجبرهم في كل بلد. نعم جدا نعم. يعني وحشيين. كانوا خاصه الاتراك مو هالقد يحبون العرب من زمان يعني اذا نرجع للتاريخ من زمان. اضطرينا يعني هم قعدنا بالبيت فتره يعني اطول فتره استعمروا كل البلدان العربيه. نعم من ضمنهم بغداد. ووصلوا للمغرب واحنا حبسناهم ما يدخلوا للمغرب. لا زين يعني طلعوا من بغداد اجوكم للمغرب. ولكن ما دخلوا. نعم وقفناهم. كل زين. المهم هذا التاريخ. نعم. اذا نبقى معهم. نعم. في تركيا. في تركيا. حتى جبرتوا مهرب. مهرب. نعم كان المهرب. تركي عراقي؟ لا عراقي. عراقي. نعم عراقي كان. هو جال عندكم شافكم أو هو صار اتصال بالتليفون. أنا طبعا بما أنه أنا مرة ممنوع الدخل يعني أكثر التفاصيل كانت يم زوجي وابني الكبير يعني هم اللي اتفقوا وكذا
يعني قلت له يا ماما يعني نتحمل الأذية لكن بحر وأطلعكم أخاف عليكم. بالطبع. قال لي ماما ما أقدر يعني عفوا يعني قال ما أقدر بعد نتحمل الأذية أكثر. يعني سرقا سرقنا يعني نيجي نأجر بتركيا صارت نعرف مثلا من الإيجار أنه هو 600-500 ليرة نروح عليه يقول لا أنتوا عراقيين أخذ منكم 800. واو. يعني طيب ليش ما إحنا عراقيين طيب إحنا بشر وأنتوا مسلمين. المفروض المسلم يعامل أخوه المسلم. صحيح. لكن هم بالعكس تماما ما يهمهم تمام أبدا. اللي يهمهم هو الدولار الدولار والفلوس وأدوا دينهم. طبعا طبعا هو هذا الدين. هذا دين جديد دين الدولار. نعم أكيد. نعم مرتبط بالدين القديم. نعم فصارت يعني هذه المواقف ابني وزوجي اتصلوا ويا المهرب ودون على جزيرة. وكم دفعتوا لكم من ورقة؟ مبلغ كان هواية يعني أنا طبعا ممنوع الدخل لأن كان الاتفاق الرجال المر النساء ممنوع توصل يعني فكنت أبعد يعني لكن مبلغ كان هواية أتذكر هيك الشيء كبير يعني. كبير وصلنا جزيرة بعيدة نائية ما بها أحد يعني واقفين إحنا مكان عالي وتنزل تنزل على الجو عن المي لازم ننتظر وقت الخفر. نعم. طيب أنا باوعت شفت عالم راحت القارب غرق. أنا شفته يعني أنا واقفة أقولهم القارب يعني مبين نزل بالمي والعالم لابسة تشوب وبدأوا يسبحون يجون علينا. قلت لهم ما أريد أطلع ما أقدر يعني هذا بحر يغدر يعني من وإحنا ما نعرف يعني هم لابسين هم لابسين نجادات وكذا يابا ما لازم أخذوها الفلوس أريد نطلع نطلع من الجزيرة ما أريد نروح. لا أنتوا دليتوا الموقع وعرفتوا طبعا بالمناسبة شفنا تيجي خطوط من تنزل مثلا هذا الخط لفلان مهرب هذا الخط لفلان مهرب من ضمنهم سوريين عراقيين حتى أتراك. بالمناسبة السائق مال البلم كان تركي واحنا بنص البحر اكو ولد يفتهم له قال لا تقولون اني تركي سوى نفس السوري وطلع ويانا انه لا تحكون انه هذا سائق تركي فكل ما تنزل مثلا توقف تنتظر النقطه مالتك ياهو يعني ضلينا واقفين زين وين المهرب المهرب ما اجى اتصل على غير مهرب اكو عائله راح تجيك وناس تلعب بناس والرمي فوقانا زوجي رادين كتل ابني قلتهم اخذوا الفلوس خلونا نطلع ما أريد يعني ما أريد أولادي يموتون قدامي البحر يعني صعب يعني حبيتوا ترجعوا حبيت أرجع وهم رفضوا بالطبع لأنكم رفضوا. شفتوهم عرفتوهم شفناهم حكيناهم وطلعتوا في التيوبكم في النهاية المفروض إحنا نطلع 15 نفر بهذا التيوب طلعنا 65 نفر واو 65 يعني يعني كان على هذا المكان هك على الماء إيه هذا المكان نعم يعني كل واحد قاعد هيك مقرفص ابني قاعد وراي على البلم يعني على حافة البلم مكلب بإيد يعني بكتفي حتى اللي وقع أولادي أباع عليهم صفروا يعني قلت له يا ربي إحنا راح نموت يعني يعني هذه وجوه مال الموت اعتبرناه هذا آخر شيء أتذكره صحيت يعني ابني صحوني يعني عبالهم أما عبالهم متت من الخوف يعني وكذا صحوني شفت عالم على يعني على الطريق على الحدود مال البلم باليونان آخر شيء شفتهم وبعد ما أذكر وراها للأسف يعني قصة تعبانة وحزينة نعم وطلعتوا في البلم أو البلم البلم طلعتوا نعم. فيه أنتم 65 نفر وكله كان ظلام لا طلعنا الصبح الصبح نعم طلعنا أوكي. الصبح يعني النهار كنتوا على الأقل تشوفوا الشاطئ لا حتى نشوف الموت أكثر لأن بالظلام ما راح يشوف صح صح نعم أي نعم شفنا شفنا القوارب مثلا اللي أبعد شون تغرق اللي مثلا هاي أكو فتشي يشغل البلم يوقف ما يشتغل يعني هواي أشياء شفنا لحد ما إحنا بنص البحر اتصل المهرب على السائق قال لي أسرع البلم راح ينكسر بالنص يعني كان غرقنا لكن الرب كان موجود وحاضر هو اللي نجانا نشكره ألف مرة فتوا في طريق الموت في طريق الموت في بحر الموت في البحر الموت نعم وحتى الطريق كان هميناته جدا مرعب انتبه هذه الحلقة
قصتكم في حلقة جاية إن شاء الله، لأن وصلنا لنهاية هذه الحلقة، وأنا نحب نقرأ المزمور 120. إلى الرب في ضيقي صرخت فاستجاب لي، يا رب نجي نفسي من شفاء الكذب من لساني غش. سهام جبار مسنونة مع جمر الرتم. كل هذا عشت فيه عالم الكذب والعنف والغدارة والخيانة والقتل. نعم. نشكر الله اللي نجاكم وجابكم لهذا البلد، هذا هو كان الغرض، كل شيء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. أكيد أن المحبة لله كانت في قلبك وأنت ما كنت تعرفها. نعم. كما يقول الكتاب أن الله اختارنا. نعم. مسبقا اختارنا وعيننا. نشكر الرب ونشكركم أعزائنا المشاهدين من أجل استماعكم وضيافتكم إلينا. نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله، ونتابع مع الأخت عبير. نقول لكم إلى اللقاء، ولتكن معكم نعمة ربنا يسوع المسيح وسلامه كل يوم. آمين.